كانت الزيارة الختامية مقابلة جنرال رئيس مجلس السيادة فريق البرهان. الزيارة كانت حافلة جدا، تمثلت فيها عدد من الزيارات الميدانية للمؤسسات الصحية ومراكز الإيواء، وكذلك شملت الزيارة مقابلات مهمة جدا مع مفوضية العون الإنساني وقيادات الدولة، فريق إبراهيم جابر والنائب مالك عقار، إضافة لعدد من المقابلات مع مسؤولي الصحة. خلاصة الزيارة مع الفريق البرهان كانت عبارة عن خلاصات أساسية تمثلت في التزام منظمة الصحة العالمية بمواصلة عملها ودعمها للسودان اللي بدته، وكذلك وعد مباشر من الدكتور تدرس أدنهام بأن يكون ساعدا وداعما للصحة في السودان في كل المحافل الدولية، والمنادى بزيادة الدعم المخصص للسودان. كذلك تطرق الاجتماع لمسألة فتح المعابر والحدود داخل السودان وخارج السودان، ورغبة حكومة السودان في التنسيق الكامل مع الوكالات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في تسهيل الإجراءات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإنسان السودان في كل المواقع. وذكروا بصورة مباشرة المعابر عبر الحدود من جاد، من مصر، من جنوب السودان، وكذلك عبر المطارات في كادوغلي، في مروي، في الصدان وفي غيره، وجاهز حكومة السودان للتسهيل في ذلك. في ختام الجلسة وعد المدير المنظمة بالمتابعة لما تم الاتفاق عليه في خلال هذه الزيارة، وبأن يكون صوتا للسودانيين مناديا بزيادة الدعم للمواطنين في هذه الأزمة الإنسانية الصحية الكبيرة. شكرا. I think everything has been said. We had a very good meeting with His Excellency. And we briefed him about the 2 days I have been here since yesterday. And I thanked him also for especially the support from the government on cross-line and cross-border in order to reach all Sudanese wherever they are and to get the support that they need. And he assured us of his commitment. And he agrees that we use all means, and he proposed the idea of the Marawi airport to reach more people. We will consider that as well, but what we believe is all means should be used to reach all Sudanese wherever they are in order to get the support that they need. So thank you, and all the best to Sudan. I hope Sudan will regain its peace and its development soon, and that's what we wish. But of course, from WHO side, until we do that, we will of course support to make that happen, but we will give all the support that the Sudanese people need. Thank you. Shukran. طبعا أنا سعيدة جدا بوجودي هنا في السودان مع أخواني وأخواتي من الشعب السوداني، وفي هذه الزيارة قمنا كما ذكر معالي وزير الصحة نختمها بزيارة ممتازة جدا وإيجابية جدا مع رئيس الفريق برهان. أنا كالمدير الإقليمي سعيدة جدا بتواجدي للمرة الثانية ومع الدكتور تدرس أدهنوم مدير منظمة الصحة العالمية، وسوف نعمل كفريق واحد بالمكتب القطري الإقليمي والمكتب الرئيسي في دعم الشعب السوداني وإعادة تأهيل بعض المستشفيات على وإيجاد الدعم المادي والتقني والتمويل لإعادة تأهيل المستشفيات، وأيضا العمل مع المنظمات الأخرى لإعادة الأمور الأخرى التي يحتاجها الشعب السوداني من ناحية الزراعة وغيرها من المهن التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأجندة الصحية. ومن هنا أريد أن أشكركم مرة ثانية وجودي في بلدي الثاني السودان، وإن شاء الله نزور الزيارة القادمة يكون في تقدم كثير في التأهيلات اللازمة لوصول كل من الشعب السوداني إلى الرعاية الصحية على أجود وأجمل مقدرة إن شاء الله.